الطقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسود الطقس صافي نهار اليوم في العاصمة عمان مع 31 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة 52% والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطات أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، شمالا نبدأها إربد 32 إلى 19، نفس الحرارة في جرش، المفرق 32 إلى 20، وعجلون 30 إلى 17. المنطقة الوسطى البحر الميت طقس حار 38 إلى 25، البلقاء 32 إلى 21، نفس الحرارة في الزرقاء، أما عمان 31 إلى 21، ومأدبة 32 إلى 21. المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 18، طفيلة 29 إلى 20، الشبك 27 إلى 20، ومعان 31 إلى 21، والعقبة 39 إلى 28. المنطقة الشرقية رياح نشطة وتربة مثارة، أرويجد 36 إلى 21، الصفاوي 37 إلى 20، والأزرق 36 إلى 21. إلى اللقاء.